يا مرحبا يا مرحبا بالشيخ طاهر. شغلت بالك، كنا ننتظرك بالدقيقة. شكرا. أين طارق؟ ننتظر عودته ولا نعلم أين هو. وولدي أين هو؟ إنها المرأة التي حدثت طارق عنها. أهلا أهلا بك يا ابنتي. أين ولدي؟ أنت لم تتعرفي عليه بعد، لا تتسرعي. بل إنه ولدي. أين هو؟ ربما كان صبيا آخر. أنتم تريدون أخذه مني. أنت مخطئة يا ابنتي. نحن نريد. وأنت كذلك، كلكم مثله، تريدون حرماني منه. أختاه. لست أختك ولست أختا لأحد. أنا أمه فقط. أريده الآن، أريد أن أراه اللحظة. العاصفة أخذته مني، والماء والنهر وأنتم، ولكني سأخذه بالقوة. أنا الآن أقوى من العاصفة والماء والنهر، أقوى منكم جميعا. عاصفة حنين أقوى، دمي يهدر أقوى من ماء النهر، ويداي هاتان. طارق. أهلا بك يا شيخ. أهلا بك يا ولدي. أهلا بك. أين كنت يا طارق؟ لما فعلت هذا يا طارق؟ جعلتنا نعيش على أعصابنا. إنها أم وحيد يا طارق. أهلا بك. اهدأ تعالي واجلسي.
وحيد سيعود إليك، لا تخافي. مسكينة، ما بالها يا شيخ؟ إنها هكذا منذ فقدت ولدها. وكيف يمكن أن تكون يا طارق امرأة أفاقت على عاصفة أوجاء ووجدت نفسها بلا زوج وبلا أب وبلا ولد؟ كان الله في عونها. وأنت، أنت انظر إلى حالك ونفسك، هذا اليوم فقط معناه ليس ولدك. منذ الحادثة وهي تعيش على أمل واحد، تنام وتصحو على هذا الأمل، حيثما تذهب تتوقع أن تراه، ما أن ترى ولدا حتى تهجم عليه. مرات كثيرة أمسك بها أهل قريتها هائمة في البراري، تنادي ولدها بأعلى صوتها. أهي هكذا دائما يا شيخ؟ لا، تارة تراها طبيعية وتارة أخرى تبدو هكذا. سامحوني، أنتم تقدرون موقفي. طبعا طبعا يا أختي، طبعا لا بأس عليك، لا بأس. عشت أعواما على أمل لقياه، واليوم أجد نفسي قريبة منه حتى لا تكاد أنفاسه تلفح وجهي، أعصابي لم تحتمل. مفهوم مفهوم، ولكن أنت لم ترينه بعد. أجل، هذا صحيح، أنا لم أره بعد. ولم تتعرفي عليه؟ ربما ليس ولدك. ولد من إذن؟ ولدك؟ 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 أم ولدك أنت؟ إنه ولدي، لن تأخذه مني مقابل بعض الطعام وقليل من الحنان. سأخذ روح كل من يأخذه مني، هل تفهمون؟ أنا لست ضعيفة كما تظنون، أنا أقوى حتى من العاصفة التي أخذت. أرجوك، أليس بينكم أب يعطف علي أو أم ترحمني؟ أنا أم فقدت ابنتي يوما في ظروف أقسى من ظروفي. وأنا أب كان يفقد ابنه يوما. أنتم تضحكون علي. كلا ابنتي، في مثل هذه المواقف يفقد الإنسان الرغبة والقدرة على الضحك. السيدة رباب فقدت ابنتها يوما، وأنا فقدت ولدي هذا يوما. لماذا إذن لا تحاولون فهمي؟ نحن نفهمك، كل ما في الأمر إننا نريد أن نجنبك الصدمة، فماذا لو لم يكن ولدك؟ إذا رأيته عرفته. فانتظري إذن، انتظري ليأتي وتتعرفي عليه. وأين هو الآن؟ إنه ذهب في زيارة لبعض أصدقائه. أله أصدقاء يحبونه ويحبهم؟ أجل، كل من يتعرف عليه يحبه، إنه خلوق ذكي شجاع، يحب الناس ولا يفكر إلا بالخير. ولدي، يجب أن تستريح الآن قليلا. لا، أريد أن أنتظر عودته. قد يطول غيابه يا ابنتي. أختاه،
لقد غاب عنك طويلا، ومن الأفضل أن يراك هادئة نشيطة مشرقة، هكذا يحب الولد أن يرى أمه. أجل انتظرت طويلا، فلا بأس من الانتظار قليلا. خلوق، مهذب، ذكي، شجاع، يحب الناس ولا يفكر إلا بالخير، وهو أيضا جميل، أليس كذلك؟ أجل ماذا سنفعل الآن؟ لا أدري. ماذا ستفعل المرأة بعد أن تعرف؟ تعرف ماذا؟ هل حدث شيء للصبي؟ ربما يا شيخ، الله وحده يعلم. ما الحكاية؟ وحيد اختفى. يا إلهي، ليس الأمر مؤكدا. ماذا نقول للمرأة؟ ماذا نقول لها؟ نحاول إلهاءها بالمماطلة حتى نعثر على وحيد. هذا لا ينفع معها، إنها تصر على رؤيته ولا أحد يستطيع لومها. والمرأة فقدت اتزانها الفكري والعاطفي ولم تعد قادرة على السيطرة على نفسها، قد تصرخ وتصرخ حتى تجمع الناس، قد تؤذي نفسها. هذا صحيح، ما سمعته عنها يؤكد لي ذلك، لهذا لا أريد أن أكون موجودا حين تعلم. ما الذي تعنيه يا شيخ طارق؟ سأبقى في الخان حتى تهدأ الأمور. لا، بل تبقى معنا هنا، إنها ترتاح لوجودك. هذا هو الموقف الذي كنت أخشاه. أنت فعلت ما عليك وأكثر يا طارق، أخذته من الطريق ومنحته المأوى والملبس والمأكل والعطف. الذنب ليس ذنبك. الذنب كله ذنبي يا ريم، منحته كل شيء إلا الحماية، وها هي النتيجة. لكنه ذهب بنفسه، أنت لم تفرط به. أرجوك يا ريم، أرجوك لا تحاول التخفيف عني، الموقف حرج ولا يخرجنا منه إلا إيجاد وحيد. ما حكاية اختفائه يا طارق؟ تعال يا شيخ، تفضل اجلس، سأروي لك الحكاية ونسترشد بنصحك. المكان من الخارج. لقد حذرتك يا صفوت، قلت لك لا نوم. بدأ يهبط الظلام، اصعد وفتش عن قنديل. أيها الغبي، إنه فارغ وليس له زجاجة، ابحث على غيره، تحرك. ألا تحب الظلام يا غالب؟ اسكت أنت، لقد ولدت في الظلام وعشت في الظلام كالخفافيش تماما لا تجرؤ على مواجهة النور. قلت لك اسكت أنت. حسنا سأسكت، هذا أفضل لك. ولكن أخبرني،
ألا تخشى الصمت؟ لم ينتهي الشاي بعد. بعد قليل تأتي أنت ورفيقك للراحة. حتى الشاي يتغير طعمه في هذه الزريبة. لا تشغل بالك يا طارق، أنا قلبي مطمئن. تفضل. شكرا. يبدو لي أن وحيد ذهب طوعا ليكشف مخبأ غالب. هذا ما قلته يا شيخ طارق. هل نمت؟ لا أدري، إنما هدأت قليلا. وحتى الصباح يغير الله من حال إلى حال. هيا بنا. إلى أين؟ إلى البيت. وتتركنا مع المرأة؟ إني أخافها. ماذا لو أفاقت وطلبت ولدها؟ ألم ترى شكل يديها وعينيها وأصابعها وهي ترفعها في وجهي؟ سيدتي، غرفة الضيوف جاهزة. شكرا. سنبقى. ما رأيك يا شيخ طاهر؟ كما تريدون. بشار. نعم. قل لعلياء بأن تحضر ماء وفاكهة إلى غرفة الضيوف. حاضر. تصبحون على خير. تصبحون على خير. وأنتم على خير. ألا نذهب للنوم؟ لا، اذهب أنت والشيخ يا أبي. وأنت؟ لا أشعر برغبة في النوم. طارق، اتكل على الله يا بني. ما توكلت يوما إلا عليه، وأنا الآن بين يديه يفعل ما يشاء. هو خير من يعلم بأني ما نويت شرا ولا تعمدت التقصير. يعلم مدى حبي لوحيد وعذاب لاختفائه. هو أعلم الناس بمدى حاجتي الآن إلى عونه وهديه ورحمته. والله سبحانه وتعالى لن يخيب رجاءك. تصبح على خير. أنت من أهلي يا شيخ. تصبح على خير. يا رب، إن كنت أستحق العذاب من أجل ذنوب اقترفتها دون أن أدري، فلا اعتراض على حكمتك. لكن الصبي صغير بريء لم يقترف بعد ذنبا. لقد فعلت كل ما أستطيع، لم يبق لي إلا كملجأ ألجأ إليه ومعينا أطلب عونه. اللهم إن جميعا بين يديك، فعذبنا على ذنوبنا بأنفسنا ولا تعذبنا بوحيد. اللهم فارحم هذه المرأة المسكينة
فقلبي يحدثني بأنه ولدها. اللهم إني وإن كنت أطلب الكثير فلأني أطمع بكرمك. ماذا تفعلين هنا؟ ها؟ لماذا تركت فراشك؟ هيا عودي إلى فراشك، هيا. كنت نائمة. اهدئي يا ريم، اهدئي. كنت نائمة فأحسست بحركة غريبة في الغرفة، وحين فتحت عيني وجدتها وأنا أفقت على صراخ ريم. أتريدين شيئا؟ أجل، أريد ولدي هنا. لقد رأيته ثم اختفى. إني أبحث عنه. لقد رأيته يخرج من الماء بعد سكون العاصفة. أين هو؟ ما الذي جرى؟ لا شيء يا أبي، لا شيء. هيا عودي إلى فراشك. ماذا؟ قد تصابين بالبرد؟ البرد؟ لا، البرد لا يؤثر فيه، أنا كبيرة.
وقوية. إنه يؤثر على الأطفال. أين والدي؟ حين يأتي الصباح ترينه إن شاء الله. وأين الصباح؟ خذيها إلى غرفتها يا ريم. أنا؟ أخذه أنا. حسناً، هيا بنا يا أبي. اكتشف الهالي الهربي ترك المكان. اذهب وأقعد مع طارق مسرعا. ها اذهب هيا. وحيد أعد اللثامة إلى فمي. أقعد معه بسرعة. ها الليلة يا طارق، التعب باد على وجهك وعينيك. والآن ماذا نفعل الآن؟ ننتظر رجلا يأتينا من عند غالب. ماذا؟ أجل أيها الشيخ، ننتظر رجلا يحمل شروط غالب لإطلاق سراح وحيد وصفوت. أنا سأنفذ شروطه مهما كانت قاسية إن كانت تتعلق بي. لن أسمح بذلك. لن تسلم نفسك لغالب. الصباح جاء. هل جاء وحيدي؟ الصغار لم يأتي صباحهم بعد. ما زال الوقت مبكرا. الوقت تأخر كثيرا. عوام طويلة. سأذهب لإحضاره إن لم يحضر. سأذهب معك. هذا مستحيل. أنت تحبه وأنا أحبه. أنت ستذهب إليه وأنا أيضا. لن تتحرك خطوة إلا وأكون معك. إنه يجمع بيننا. ماذا؟ ولدي يجمع بيننا، لأن الحب يجمع بيننا. الحب هكذا بمنتهى السرعة. هو يحبه وأنا أحبه. كلانا يحب شيئا واحدا عزيزا، أليس كذلك؟ أجل. وتقول أجل. ريم، إنها مسكينة، لا تحاسبيها على ما تقول. لم يحضر، لنذهب. طارق، طارق. وحيد، وحيد. ماذا فعلت أيها الشقي؟ أين وجدته؟ أين وجدته يا بشار؟ وجدت صفوت. اسمع، أنا سأؤدبك هذه المرة حتى لا تتصرف على هواك مرة أخرى. سأضربه. لن أشفق عليك. ها؟ أعطوني عصا. لا، لا تضربه. ولدي،
هيا بنا نخلي الصفوة. وحيد؟ هل عرفت المكان؟ أجل. اسمعي يا أختي، أرجو المعذرة، أنت لن تفهمي أهمية الموقف بالنسبة لنا جميعا. ابقى أنت هنا أيها الشيخ، تعال يا وحيد. هيا بنا يا أبي. بشار اتبعك. يشبه ذلك اليوم، في ذلك اليوم ذهب، واليوم اليوم يذهب أيضا بعيدا بعيدا، سيذهب ربما لن يعود. يجب أن ألحق به قبل أن يغيب. اجلسي يا ابنتي أرجوك اجلسي. لن يعود قبل مساء غد. كيف عرفت؟ سمعته يتحدث مع بعض الرجال
قبل رحيله. حسنا، قيدهم بشار. حاضر. وأين ذهب؟ لا أحد يتحرك. أين ذهب غالي؟ ذكر اسم المكان ولكني لا أذكر، لأنني سمعته، لأن النعاس والتعب والجوع أثرت على سمعي. لا بأس عليك. هرب غالب بعد أن كان في متناول الموت. غدا نكون بانتظاره يا أبي، لا تخف. هيا بنا نسلم هؤلاء. لم يبق مع غالب أحد من رجاله، لقد أصبح بمفرده. وهذا يزيد من خطره. الله يعلم حالة المرأة المسكينة الآن. حسنا، هيا بنا يا أبي. هيا. عفاك الله. هيا. عفاك الله يا طنط. علياء خذ، انتظري يا علياء. تعال. خذيه إلى غرفة الضيوف. أنا أمك. أنا أمك. أمك. ألا تصدقني؟ هل نسيتني؟ أستطيع الانتظار. أنا أمك يا ولدي. لا، أنا أمك. أمك. لا تحاول منعي. لن تحرمني منه لأنك تحبه. لن تحبه أكثر من أمي. أنا لن أحرمك ولدك، ولكن كيف نعرف بأنه ولدك حقا؟ كيف نتأكد من ذلك؟ تسأل كيف؟ أنا أقول لك بأنه ولدي. أنا لست كاذبة. لن أقبل استبدال أي ولد على الأرض بولدي. إنه لي. هل سمعت؟ لن يأخذه أحد مني. ربما كنت واهمة يا ابنتي. ودقات قلبي. هل هي كاذبة؟ تكلم يا شيخ. قل له بأني لست كاذبة. نحن لا نتهمك بالكذب، ولكن يجب أن نكون على يقين قبل أن نسلمك إياه. أنا على يقين وهذا يكفي. يكفيك أنت، لكنه لا يكفينا نحن. أنا أحبه أيضا، وأحب أن أعيده إلى أهله.
ولكن ليس لأول من يدعي بأنه من أهله. ولكني أعرف كل شيء فيه. شعره، جبينه، عيناه، أنفه، فمه. هذا لا يكفي، لا يكفي. ماذا تفعلين؟ سترون الدليل في إصبعي. أنتم تنظرون إلي نظرتكم إلى مجنونة. وحيد، مهما أحببتك ومهما حرصت عليك فحب أمك وحرصها أعظم. أنا لا أعرفها. تعال. ساتها يا وحيد، ولكنك لا تلبث أن تتعرف عليها كما تعرفت عليك. قلبك سيقودك إلى أحضانها. أريد أن أبقى معك. وأنا أريد ذلك، ولكن لا حق لي ولا حق لك. أمك المسكينة تعذبت كثيرا ثم وجدتك ورأتك. إنها أم طيبة، وأنا سأشعر بالإطمئنان عليك معها يا وحيد. لا تتعجل الأمور أختها، لن يمر وقت طويل إلا ويتعود الوضع الجديد. عاش سنين لا يعرف له أبا ولا أمه، وليس من السهل عليه أن يتعود وجود الأم. أجل، أفهم هذا. أنا لست مجنونة، إني أفهم كل شيء. والآن سيد رباب، لو تسمحين ببقائها مع وحيد في بيتكم حتى موعد رحيلهما. إنهما على الرحب والسعة. وجودهما معا يسهل عليهما التقارب. أفهم ما تعني. والآن ما رأيك لو تذهبين إلى غرفتك؟ اذهبي مع وحيد، حدثيه وذكريه بأشياء نسيها. حاضر، سأذهب. تتبع طارق وكأنها ظله. هذا تعبير عن الاعتراف بالجميل. ويا له من تعبير. ستكون صدمتها كبيرة إن استمر وحيد في رفضها. لن يكون الأمر سهلا، فهو متعلق بك إلى حد كبير. إنها أم عطوف، أنا لست خائفة، ستعرف كيف تروضه. نذهب معا إلى الحقول، نقطف الزهور ونلتقط الفراشات. لن أبقى وحيدة، سيكون في بيتنا رجل يرعاه. أتحب التنزه في الحقول؟ ألا تحب الزهور والفراشات؟ أليست جميلة؟
تحبها؟ الأولاد كلهم يحبون الحلوى، وأنا ماهرة في صنع أنواع كثيرة من الحلوى. وحيد، تذكر، تذكر يا بني، يجب أن تتذكر، هناك أشياء لا تنسى. أنسيت كل شيء، الحلوى التي تحبها، وحكايات الشاطر حسن، وسهر الليالي إلى جانبك، ويوم الحادث. نسيت الأمطار تجرف كل شيء، وأصوات الرعود تصم الأذان، والخيمة التي اقتلعتها الرياح العاصفة، والنهر الهادر يأخذ كل من يقترب منه، وصوت المفشوع يغطي على صوت العاصفة وأنا أناديك. أنسيت كل هذا؟ أنت لم تنسى، ما زلت تذكر، لكنك لا تريدني. أنت لا تريدني، لا تحبني، لطالما حلمت بهذا اليوم، ولكني لم أكن أتصوره هكذا. حلمت بأنك ستهرع إلى ذراعي حالما تراني. ربما كان الحق معك. هنا يقدمون لك المأكل الطيب والملبس الجميل والنزهات الكثيرة، أما أنا فلست غير امرأة وحيدة، ضعيفة، فقدت اتزانها. لا ألومك، لن تجد عندي ما تجده هنا، لن تجد عندي غير حكايات وأغاني. لم يبق لي غير هذه الحكايات والأغاني. Thank you.
عم فيه. سيذهب معي، أليس كذلك؟ أجل يا أمي. وحيد، أنت الآن رجل، تصرف كالرجال. هذه اللحظة كنت أخافها، ما كنت أحب لحظة الوداع رغم أني سعيت إليها. ولماذا الوداع؟ لأنه سيذهب معي. يا ابنتي، أنت لست مسؤولة عن نفسك الآن، مسؤولة عنه أيضا. هذا صحيح، يجب أن تهتمي به وبمستقبله. وماذا تفعلين في القرية؟ لا شيء لك هناك، كنت تعملين بالأجرة وهنا تستطيعين العمل بالأجرة. ويبقى وحيد بجانب من يحب ومن يحبونه. اسمعي، هذا الصبي خاطر بحياته بشجاعة وذكاء حتى أنقذني، وأنا والحمد لله رجل ثري ولا أولاد عندي. أبقي هنا في المدينة وضعيه في إحدى المدارس، وأنا أتعهد بمصاريفه مهما كبرت. عيشي معي ومع ابنتي، نحن نرحب بذلك. أنا وأمي وحيدتان وسنكون سعيدتين بوجودك معنا. بل أنا سأبقى وحيدة. ريم سترحل يوما، ابقي معي أنت ووحيد. ما رأيك بهذا؟ تضمنين مستقبل وحيد وتبقينه معنا؟ إنهم كرام طيبون يا ابنتي. أرجوك يا أمي اقبلي. لن أبعدك عن من تحب، سنبقى يا ولدي، سنبقى. سأبقى معك. أجل، ستبقى معي، ولكن ليس كالسابق. الآن يجب أن تفكر بمستقبلك في المدرسة، يجب أن تعود عما فاتك. البيت بيتك يا أختك، والغرفة التي نمت بها ستكون منذ الآن غرفتك وغرفة وحيد. لن أفترق عنه بعد اليوم أبدا. يخيل إلي أن الدنيا كلها تبتسم وتضحك لنا، لم يبق ما يكدر صفوانا. بل بقي شيء واحد يا أبي.
جوال